مساء الخير. حلقة جديدة من يوميات ستار أكاديمي، فيها رح تتعرفوا على آخر مستجدات الحياة اليومية لطلاب الأكاديمية. البداية الليلة مع حصة الرياضة مع مارسيلينو يلي كانت قاسية بتمارينها هالمرة. رافائيل ما قدر يتحمل ضغط التمارين. يلا اوكي. جود؟ جود. يلا. أربعة جروبات ثلاثة. Ready guys? 3 2 1 يلا 10 up down. بتخزن جسمك نزل اجريك من هون نصنع بخليك هيك 5 ونزلي ريحي. والله لبطة على بطنك. ثلاثة بعد، ثلاثة، اثنين، واحد. Good. جسمي هيك ممدود، الهدف منها اني اشغل معدتي. ليه؟ مد جسمك، مد مد شد. مد مد ايديك لورا، قف شوي. رافائيل، عندي شوي، حط شوي ميوزك. رافائيل، شوفي رافائيل، خليك معي، اعطيني مي، اعطيني مي. بسرعة بسرعة بسرعة. ماي هايدي. اشرب شوي ماي. علي شوي. علي شوي راسك. صار زمان ما حصلت. يلا بعد شوي. طيب مو يسكر يمكن نزل سوينا. هل بتضغط وقتك؟ بطنه شو بالعاده بصير معك؟ بصير معك هيك بالعاده؟ العادي بيوجع صدر. في ألم؟ بتجرب توقف شوي؟ فيك توقف شوي؟ فين نفسي اللي جالك في الباص قبل كده؟ ايه سوي له مش حاسس فيكم اصلا. لا حنان اللي بتجي. لا يا شيخ. لا يا شيخ انا مستحيل احس اصلا هو صاحي كذا. مسك يد اللعبة بده كويس. هي فرصة، هي فرصة يا رفايل عليك. اعطيني ايدك. شوي شوي عم هناك. يلا. 3 2 1 قوم. لا هيك. اقعد شوي. يلا سادو. لا 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 يلا يلا. يلا رفايل. سلامتك رفايل. ايه وقت لعب والله ما من بعد صف الرياضة حنان قررت تطمن على رافائيل من بعد اللي صار. شوفي لا مبالا في شيء. حكي لها بليز في شيء زعجكم؟ شو؟ احكي ما فيك تضل هيك مستحيل ما فيك عادي اذا حكيت يعني عيب يبقى هدار بليز بليز مشينا مشين انت ترتاح شوفي تعبان ما فيك تتحمل نعم طيب احكي انا ما عدتك فيه اوكي بس غير هيك لا في شيء والله في شيء في اشياء مش شيء اشتقت لاشخاص برا
ما عاد فيك تتحمل؟ شو مضايقك انت؟ رفيق بليز عم تزعجني هيك والله. في شي هون معك بالاكاديمي؟ برا؟ هون بالاكاديمي. يا عمي الموضوع اللي صار بالباص. لا بس اليوم انا بفكر. شو؟ اي موضوع؟ اي موضوع؟ اوكي شو بهمك؟ بدي اياها. بدك اياها؟ ايه اوكي، يمك وقتها تطلع من الاكاديمي رح تشوفه. شو المشكلة؟ بعدين انا بعرف شو مشكلتك، مش امك مشكلتك. اوكي اشتقت لها وكل شيء وتعبك الموضوع، بس شو غير شيء؟ في شيء غير؟ شو صرت اشتقت لها وهيك؟ قصيت انه شو قصتك؟ شو اشتقت لها انه اوكي انه انا عم بشوفها انه انتم ما عم تشوفوها، بس انه هيك ما بعرف، بس شفتها ما كنت مرتاح. ما كثير كثير هيك ترمي حملك كله على امك، مش امك اللي مضايقك بالموضوع. شو خاص امي؟ بالعكس بعرف انا مش مضايقتك، بس انه اشتقت لها وفيك تعيش بلاها. صوتي كثير رايح انا يلا. ما هيك؟ ما هيك؟ اخ يلا. بدك تحكي؟ شو؟ شو في؟ ماشي حالك خلص خلص. بلا في. ما ليه عم تكذب؟ رافي جبور. ما بدك تحكي؟ آخر أخبار الطلاب بتتابعوها عبر www.starakarabia.com، وفيكم تتواصلوا مع الطلاب عبر فيسبوك وتويتر وإنستغرام وتودوا لهم كل رسائلكم. بريك ومنرجع. منتابع حلقة الليلة من ستار أكاديمي مع حصة جديدة من الماركة الشخصية مع ميلاد حتشيتي. حتى يرتاحوا الطلاب من ضغط البرايم والتحضيرات، كان لابد من أنهم يخضعوا لتمارين استرخاء حتى يتخلصوا من الستريس. أهلاً أهلاً. نورت. الشعرات الحلوين. طبعا. كثير حلوين الشعرات. كيفا؟ صباح. استغربت كيف حالك؟ كيفك؟ مبروك الرجعة. اليوم السيشن بدنا نعملها عن الكوميونيكيشن، عن التواصل، لأنه جزء كتير مهم من حياتكم الفنية، ولأنه هيدي الساعة اسمها ماركة شخصية، جزء كتير مهم له علاقة بالتواصل. التواصل كتير مهم للفنان، كتير مهم الفنان يعرف يتواصل، ولا يعرف يتواصل إن كان مع الجمهور، إن كان يتواصل مع الصحافة، وبكرة بالأسابيع اللي جاية رح نعمل جلسة ميديا، رح يكون عندنا كاميرا وكأنكم عم تتصوروا، كأنكم عم تعملوا انترفيو لتشوفوا كيف تكون قعدتكم، وقفتكم، كلامكم وغيره، كرمال كيف تتعاطوا مع الميديا. ليش لما مرات بعمل تواصل مع حدا بيصير في خلاف؟ لأنه مش ضروري تكون الانتنشن، يعني ما ضروري تكون نية قلبي من جوا أني أنا بدي أكون على خلاف مع حنان، بس يمكن استخدمت كلمات غلط، أو يمكن استخدمت نبرة غلط، أو يمكن استخدمت بودي لانجويج، حركات جسمانية غلط، وصلت هيدي الرسالة لحنان أنها رسالة خطأ، بس تشوفوا النبرة. إذا جيت عند مبال وقلت لها مبال ليش ما غنيت منيح بالبرايم؟ أو قلت لها لمبال مبال ليش ما غنيت منيح بالبرايم؟ تغير الكلام أو ما تغير؟ مع أنه أنا عم بستعمل شو؟ نفس الجملة، تغيرت النبرة. فإذا نحن وين مشكلتنا بالتواصل؟ مشكلتنا بالتواصل أنه أنا مرات بكون قصدي أقول شيء لسهيلة، بس لأنه نبرتي كانت خاطئة، أو لأنه ربما كمان استخدمت كلمات خاطئة،
قوموا معي لهونيك لحتى نعمل هيدي نتنفس شوي وترتاحوا شوي، مع انه اليوم انتم مرتاح. شو بك رفيق؟ جسنا مش مرتاح. يلا بس بدي اياكم تغمضوا عيونكم تاخذوا نفس، وسعوا 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 وسعوا، تنفس بس بس تنفس. بدنا نتنفس نتنفس، بدنا ايدينا نفكفكن ونرتاح. وسعوا كمان شوي. يس 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 يس. ظهرك بدك تقعد. بدي اياكم تفتحوا عيونكم هلا، بدي اياكم تبلشوا تعملوا اي كونتاكت مع حيلا حدا. اي كونتاكت يلي حنعمل هلا يا دينا هي انه انا حقرب لعند علي، اعمل اي كونتاكت مع علي، وقف شوي وضل واقف لحد تختاروا حيلا حدا بدكم تعملوا بس معه اي كونتاكت. انتوا بس عم تتطلعوا بعيونكم. يلا قربوا لعند بعضكم. يلا رخي ايدك. انتوا عم تتنفسوا بليز. بدي اياكم هلا تغيروا البارتنر وعلى صوت واطي بدكم تقولوا للشخص ثانك يو على شيء معين صار معكم هيدا الاسبوع. ثانك يو على شيء معين. على بس بليز برواق. بليز برواق. ما حسسني ابدا انه ولا انا لبناني وانا بدي بين ولا انا بدي هذا. حسست ما برتاح بس كون معك، برتاح بس كون حدك او بس اطلع غني انا وياك على المسرح. بشكرك على انه تحس انه اذا انا مثلا ما غنيت منيح فشل التابلو. اثنيناتنا فشلنا مش بس انه انت، يعني بتعطى الهم انه اذا انا ما غنيت منيح وانت ما غنيت منيح وانا زيت الشعور انه اثنيناتنا بنطلع باجمل صوره. بشكرك على الاحساس اللي بتعطيني اياه بلا ما تفكر بلا ما تعمل مجهود. والله تبكيش تبكي؟ ما بشتاق له بجد. عايزك دايما فوق تقف جنب نفسي. لازم لازم تعمل حاجة كبيرة. سوري لأنه أخذت معي وقت لأوثق فيك، بس لأنه أنا هيك دايما بأخذ معي وقت. حلو أصلا هيك بالعكس. وما تعطيت ثقة بالواحد ما في أرجع أشيله. تتجوزيني؟ ما بعرف تتجوزيني يا رب. نرسين عم بتوعينا قصص أنا ما بشوفها. شكرا لثقتك، شكرا على وجودك هنا، شكرا على وجودك معي، شكرا على مساعدتك لي، شكرا دائما بحصرك جنبي بكل أوقاتي، وشكرا لأنك قوية. هيدا أهم شيء. وكمان شكرا انك تسمعي كل شيء انا اقول لك. ميرسي لانك قلت لي غبي. لا عم بمزح. ميرسي لانه بتحسسنا انه انا ماني بتخدع، انه بتعطيني هيك اشياء بوزيتيف وبكون انا بحاجه اني اسمعها. بليز خليك دايما جنبك. انا حدك يا زلمه الوحيد اللي بحس انك تحبني انت ودينا عن جد. بدي اقول لك ام سوري. تعلمت كثير، تعلمت منك، تعلمت من غيرك كمان. وانا بعرف انكم تعرفوا انه سهيله مش هيك، وانا راح اثبت لكم انه شو هنعمل هلا؟ ان شاء الله على البحر؟ لا ما تزعل انا على صراحتي الزايده. بس اوقات بحس انه الصراحه بتفيد وبتاذي اكيد بنفس الوقت. انا عجبتني صراحتك وصراحتك ما كنت فاضيه فبدي اقول لك مرسي. انا لاني انسان صريح ولاني انسان واقعي زعلت بوقتها وانقهرت بس حكيت، يعني المهم انه حكيت، المهم انه حكيت وما انك عرفت وما انا من صراحتك تعلمت. عن جد صفحه بيضاء من قبل، صفحه بيضاء ما في شيء اصلا. في شيء حدا حاسس حاله ما عم يعرف يتواصل كمان على كل على فكره؟ يس بدي بس وصل الفكره لكل اصحابي انه ما نسمع بعضنا اشياء نيجاتيف، لانه نحن ديجا بنكون بحاجه لحدا سمعنا شيء حلو. طيب انه ديجا ليش ليش عم بتقول ليش ما بدك تسمي؟ سمي وخلينا نحكي الاشياء. لا لا ما بدي ما بدي. ليش بيزعل هالشخص؟ عم بحكي عن شيء كثير قطع. اوكي راح. اوكي اوكي مش الحال. لا ما مش الحال. انت ومروان، انت ومروان جريت. انا كل حديثي تقريبا اذا عم بحكي بالحديث تقريبا مزح، مش تقريبا كله مزح يعني. يعني انا قصدي انا كثير مبسوط انا ولو شو
شانتال يعني. اوكي. قلت لها امبارح انا كيف رجعتي للشانس عم بمزح معها. جريت. شو اللي خلاك تحسي انه هو ما عم يمزح معك؟ انا حسيت انه عم يمزح معي. لكن ليش انزعجت؟ ليش انزعجت؟ لانه ناطرة كلمة حلوة؟ لانه انا بطبعي لما اكون كثير مضغوطة او كثير مثلا في شغل بدي اعمله او شيء معين بدي اعمله، بحب انه الناس اللي حوالي سمعوني كلمة عن جد مش هيك يبعوني حكي. سمعتها شو بتحب؟ مزبوط. لو اجتي وضحتي ديها هيك بهيدي الطريقة، هو كان اجا غمرك وقال لك يي انا عم بمزح وانا حدك عم بدعمك. مشكلتك انك انت اخذتيها وهو اخذها، ما هو هيك بس. شو المشكل؟ انتوا على كل حال على شو عم تختلفوا هون؟ ما بتختلفوا على كلمة قال هيدا وحدا قال هيك. يعني اذا انا بجي بقعد معكم جمعة بجي وبرصكم راس، لانه شو اكبر خلاف عندكم على كلمه قالت لي وكلمه قلت له. يلا بدكم شيء؟ باي. كثير انبسطت فيكم. اذا بدكم مشاهدينا تكونوا حد الطلاب وتشاركون البرايم مباشره، لازم تشاركوا بالمسابقه وتربحوا سفره كامله التكاليف لبيروت. ادخلوا على www.cbc-eg.com. بريك صغير وبنرجع. منتابع يوميات الطلاب مع الامتحان الأسبوعي اللي بيحدد مسار الطلاب ومين منهم رح يكون بدائرة الخطر. أوحش شيء ممكن يحصل في الدنيا لما العيلة ممكن تتفكك أو يقسوا على بعض عشان الفلوس أو عشان الورث. الأسامي هي هي والقلوب اتغيرت والسنين رايحة وجاية والأمان اتبطرت. بعد هيدي اليوم الموضوع كان واضح واختيار الأغنية كان كتير معبر. أكيد غنت حلو مثل العادة، بس أنا بدي أقول لهيدي أنه لازم بلش تنتبه أكتر على النوتات العاليين، ما بقى يزركو صوت. هيدي أكيد صوت كتير حلو، ولكن أنا بعد عندي مع مشكلة شوي باللفظ، يعني وقت ما بفهم كتير ما بتشد كتير الأحرف، ما بتطلع عليهم بطريقة واضحة. كلنا كتير بنعرف إنه شعور صعب كتير لما الأم بتحزن على ولدها كتير، ولما بتحزن عليه، والأصعب إنه لما الولد بيكون قاسي وبينكر على أمه. الله يخليك ولا يحرمني من حبك، أنا بدونك ترى ما سوى ولا حاجة حاجة. صوته منيح وغنى صح، بس الباقي كله مش عم لقيه. أنا بعد بدي شيء أكتر ما شفته من عليه، يعني بلشت حوس شوي بالنسبة لهذا الموضوع، بس انه الوقت عم يقطع ورفقاته عم بيتقدموا. المعالجة سطحية وانا ما حبيتها بصراحة، يعني حلو الموضوع بس انه اوعى انت تزعل امك وروح زعل مرتك، لا ما يعني مش هيك تبنى، مش هيك تحل المشاكل، ومش هيك تبنى الاجيال، لانه مرته عم تربي له اولاده. انا اسمي نسيم رايسي من تونس، بعد جمعية ليل الفقر. أنا قررت أبعث هالجمعية حقيقة قبل سنتين لما توفى أحد أصدقائي بسبب مرض كان يصارع المرض. في يوم وليلة ليلة ليلة خدنا حلاوة الحب كله في يوم وليلة. بدل ما يفتح تمه يغني مطبق تمه، وصار لأنه مطبق تمه صار صرنا نسمع بالنخيره الغنية مش بصوته. أنا بدي أقول إنه هالأسبوع نسيم رجع هيك شوي شد حاله بالصف عندي، وهلأ ملاحظت إنه في جهد على الإيفال. الفكرة مش إن إحنا إزاي
نخلي الابن يحس بأمه أو نخلي البنت تحس ببنتها بأمها. الفكرة كلها إن الناس دي ما بيبقاش عندها حل غير إن هي تروح دار المسنين، ما عندهمش مكان تاني. ست الحبايب يا حبيب يا أغلى من روحي ودمي، حنينة وكلك طيبة، يا رب خليك يا أمي. بصفوف عم بيشارك كتير منيح، أنا مبسوطة منه. ما عم بيعطيني برات الصف، ما عم بيعطيني مثل ما بالصف عم بيشارك، عم صوته عم بيظهر لبرا منيح، عم بيرن تحت وفوق. هون بحس في مطارح ضيفة، في مطارح منيحة، وهالشاب حساس. وصحيح ما بنفهم عليه وعم يحكي، بده ينعطاها الملاحظة يعلي صوته، بس حساس ومن الشباب اللي تطوروا أنا بشوف. وحلو موضوع اللي اختاره، منه إيفال عاطل يعني، مويق يعني، وسط، منه عاطل أبدا. أهلي جوزوني فاكرين أنه مصلحتي أنه أتجوز بهيدا السن. أوكي ما كان فيني أحكي شيء. ما تفكرنيش باللي كان بينك وبيني، حرام عليك شوف الفال وين وصلتيني. بدهم يعرفوا التلاميذ اللي هن بالأكاديمية إنه هن جايين يغنوا كل الألوان. وحكينا بالصف بيرح إنه المغني الشاطر هو اللي بيغني كل شيء، ولو شو ما غنى بيغني حلو. يعني ما بدها تكون الأغاني اللي بيغنوها هي حجج. بقول شغلي إنه عليها خطر كتير، لأنه بتكون ما أحلاها عم تغني شوي بيقشط الصوت. هيدي شغلة مش مسموحة، صرنا بنص البروجرام. طالت فينا الليالي وطالوا الأيام، والغالي بعده غالي، يا سلام. أنا بحقلي اللي غني وحغني، ما بيهمني شو بدلتك ولا ساعتك يا دينا. يا حبيبي شكرا. يلا يلا حاسب انا بدي هنيه لرافائيل، وبدي اقول له برافو. وعن جد يعني عم بدافع عن موضوع في كثير ناس، هي صرخت كثير ناس وما حدا عم بيتطرق له. ما كنت متوقعة هذا الموضوع يتعالج اليوم من قبل ولا حدا من الكانديدا بالأكاديمي للغنى. أنا اليوم سمعت صوت رافائيل مبحوح أقل من العادة، البحة عم بتخف، يعني بوزيسيون الصوت والتكنيك واللي عم ينشغل بالصفوف عم ببلش يطبقه. في عندي رنة كتير أكتر بالصوت اليوم عم بسمعها بوضوح. عن جد أنا بحب هني لرافائيل، لأنه هو هالشاب هيدا بالتحديد رح ينجح بالغناء، بس كمان رح ينجح بالتمثيل ورح ينجح بالمسرح الاستعراضي، وأنا شايفت له مستقبل كتير كبير لرافائيل. بريك أخير وبعدها مننتقل لعند درة مشاهدينا لنعرف مين هن النومينيز لهالأسبوع. درة صارت جاهزة لتنقل أخبارها للطلاب، فمين منهم راح يكون بدائرة الخطر هالأسبوع؟ خلونا نتابع نحن وياكم. جايز سهيلة مش معنا اليوم خطر وقعت من الدرج، وما صار لها شيء ما تخافوش، هي منيحة. وهلأ راهي بالمستشفى تعمل راديو، أوكي صورة يعني، وما صار لها شيء ما تخافوش. على بيها راح تكون متأخرة علينا اليوم، ما مش تحضر معنا نومينيشن. إن شاء الله ما يكون صار لها والو، إن شاء الله. رافائيل
هيدا؟ شو هيدا؟ لك لا بتناموا ولا بتخلوا حدا ينام. صريخ صريخ ضجة بكي بكي. لك شوفي شوفي ولك شوفي. ما تكونوا مفكرين حالكم بالحضانة، ما تكونوا مفكرين انه درة رح تسكت. لا يا حلوين لا يا صغار، تندرة صار معها بالطلاب هالسنة، تندرة عندها صداع، تندرة عندها قلق، وانتو السبب. فاهمين؟ انتو السبب ورح تدفعوا الثمن الليلة. حكيناكم بالرواق ما بسجل حد، حكيناكم بالمنطق مثل ما قلتوا، حكيناكم بالعنف ما اهتميتوا. شو بدك تعملي بعد يا درة؟ شو بدك تعمل؟ الليلة ثلاثة منكم رح يتمنوا لو ما طلع صوتهم أبدا من الأكاديمية. يشوف الدنيا صغيرة علي، بقعد وحدي بحاكي حالي، النوم بيهرب من عيني، مدري بشو بيخطر على بالي. رح قلكن شو خطر على بالي. إذا خمس شباب طلعوا بالتوب فايف، شو حلو ثلاث بنات نوميني. يا ويلي، وبعدين بقى بقلة النوم واليوم ملخبط ده. يا جماعة بدي نام. دينا عمالة تغني بدك تنامي، ما بدك تشتغلي؟ بدل ما تغني تبقي خفي في صريخ انت وحنان وخناق على رفيال. حنان لما يضحكك رفيال تبقي تحكي على السكت. بدي حطك ميوت. وانت يا رفيال يا خيي داوشني ضجي ضجي وضحك. لك شو هيدا؟ يعني اذا سكتت بتغبى ولا شو بك؟ شو بك؟ سكتت لك سكتت لك، انت اللي عامل لي صداع. ولك وبعدين انت وإيهاب رح تبطلوا مقالبكم وتريحوا لي أعصابي، أو حابين تزوروا طنطرة الليلة. انت بط انت بط. صافي الله يحفظك. الله يحفظك. أكيد زيارتكم رح تكون مميزة، خاصة إنه إيهاب لأول مرة بيكون بدائرة الخطر. فكرة يا درة، فكرة. شو هالأفكار الخلاقة اللي عندك؟ أول ما توعي بتكوني مبتكرة. نسيت هاي الضحكة، خليكم تعرفوا عم بتغزل بحالي. لا 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 ما بيصير. نسيت نسيت إيهاب كان حامل خنجر بالبرايم. شو حبيتك عنيف؟ يا سارق من عيني النوم، نمت دقيقة تصحيني. يا سارق من عيني النوم. إيهاب بطلع عينك إن شاء الله. تنحب نظرتك. أنيس، ولو ولو يا أنيس تاخد معك محمد عباس على شرم الشيخ. ليش مش درة؟ أنا بحب كتير شرم الشيخ. الله يسامحك، والله كان لازم هالعناكب يجيبوك من المسرح لعندي لهون. أو حابب تشرفني الليلة أنت وما بال؟ هيك هيك ضل اسمع صوتكم سوا بالأكاديمية. ما بال يا ما بال، شو رأيك الليلة تنامي عن طندرة؟ اتخذ جاهز نقضي سوا أنا وإنتي وهايدي. Girls night. نقضي سوا عن غرام الشباب. شو يا هايدي؟ شو رأيك؟ بيجاماز نايت. يلا حضري هايدي. ما بال وهايدي، إذا بدكن جيبوا معكن سهيلة. مروان يا مروان، شو بدي قلك؟ لك خليني ساكتي أحسن، صوتك زعجني ما مخليني نام. عطول عندك شي، عطول في اقتراح. لا بتنام ولا بتخلي حدا ينام. نسيم ومحمد عباس. استغل الفرصة أضحك. محمد عباس أو نسيم؟ ليش نسيتي يا درة؟ نسيت. معقول تنسي؟ مين الليلة منهم بدائرة الخطر؟ هيدا كله من قلة النوم. موترة، عم بفقد الذاكرة، ما بقى عندي تركيز. راح تركيزك يا درة. مين ناسي؟ مين ناسي؟ مين ناسي؟ شطر. لا 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 لا، ما راح انساك الليلة أبدا. وليه؟ ما بتتعلمي؟
بتهدديني؟ هيك عينك بنت عينك؟ لشو انت عملتي لي حملة عن العنف ضد المرأة؟ يلا حضروا حالكم واسمعوا منيح كتير كتير منيح. أول نومينيه الليلة يا هوا روح وقلو قلو كتير اشتقتلو. أول نومينيه صايلة. تاني نومينيه الليلة كيف بدي سامحو وكيف بدي صارحو ركزي يا درة. تاني نومينيه علي. وأحلام سعيدة. شانتال هيا درة. حظ موفق للطلاب الثلاثة. خلينا نشوف كيف صوتوا الأساتذة ومين برأيهم كان بيستحق يكون بدائرة الخطر هالأسبوع. من بعد تقييم مرور الطلاب بالبرايم وبالإيفال، النومينيه لإلي هالأسبوع هن سهيلة، علي وشانتال. النومينيه بالنسبة لإلي هالأسبوع هن سهيلة، دينا، حنان. النومينيه بالنسبة لإلي هيدا الأسبوع سهيلة، دينا، علي. النومينيه بالنسبة لإلي هالأسبوع هن سهيلة، شانتال، وعلي. النومينيه بالنسبة لي هالأسبوع بعد الإيفال والبرايم هن سهيلة، علي، شانتال. فيكن مشاهدينا من هلأ تبلشوا تصوتوا للطالب يلي بيستحق برأيكم يكمل مغامرة ستار أكاديمي. وأنا بلاقيكم بكرة مع أخبار جديدة. باي باي. شو أصاب من نار الغربي حاجي تسألوا يا ويلو اللي بعيش بأرضه وأرضه مش إلو. شو أصعب من نار الغرب حاجي تسألو يا ويلو بعيش بأرضه وأرضه مش إلو. بيبقى عايش وحيد وجراح وعم بتزيد ناطر بركي عار جديد بيرجع لبنان الحلو. بيبقى عايش وحيد وجراح وعم بتزيد ناطر بركي عار جديد بيرجع لبنان الحلو بيرجع لبنان.